بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم على بركة الله وتوفيقه، تمت انطلاقة الشوط 13 الخاص بالإذاع على الهواء مباشرة. لكم أجمل تحية مع اللقاية، أشواط اللقاية نعم، وتسعيرة هجن الرياضة الثالثة هنا في عاصمة الميادين قناة سياس، ولمسات مخرجنا حسين السيد له التحية مشاهدينا، ونتواصل مع الصدارة ومع هذه الانطلاقة ومع هذا الأداء الجميل. المركز الأول والصدارة اليمين، هنا التقدم الجميل مشاهدينا مع مقدمة الشوط والمركز الأول. هناك الفاتن مملوك لحمد بن سعيد بن محمد الحبسي الذي يتقدم في هذه اللحظات في أول الانطلاق، أول المنطلقين. المركز الثاني يأتي دور حشيم، حشيم مملوك لحمد بن عيسى أبو علامة الجبيسي، هو اللي مطارد إلى الصدارة ووصيفا هذه اللحظة مع المركز الأول. النقلة القادمة والدخول والقدوم مشاهدينا في كل مكان، اللي وصل الآن وبدأ يتسلل في هذه اللحظات حفل الكريم. إخوتنا المتابعون، شعار دكتور الأصاي المشاهدين الأعزاء، هناك الذي يتقدم في هذه اللحظات وكما نتابع مشاهدينا. الله، بهذا الأداء وبهذا التقدم الجميل مشاهدينا، أيضا اللي وصل وقاد في هذه اللحظات الانطلاق شباب مشاهدي الاعزاء، شعار بن رشيد نعم اللي وصل لعلي بن سلطان بن رشيد، هو من بدا يتقدم في هذه اللحظات. وشوف اللي واصل ايضا من الجانب الاخر ومن عمق الميدان، تسلل جميل للغايه حفل الكريم. وصل شعار بن عفسان ليتدخل في هذه اللحظات، وكما نتابع مشاهدينا وتتابعون هذا التقدم الجميل مع نادر لحمد بن عبيد بن عفسان المنصوري وبجواره تماما. هناك الذيب لمحمد بن عيسى بن محمد المنصوري اللي وصل في هذه اللحظات، وشعار بن فنوشة نعم اللي تقدم، بينما هنا أيضا غازي لأحمد بن عوض محمد بالكيلة اللي بدأ أيضا يطلق الأنان وينتقل إلى مركز متقدم، والمركز السابع هنا وصول آخر وتقدم مشاهدينا كما نتابع. ما شاء الله وتبارك الرحمن، الكل واصل والكل أيضا يبقى يثبت وجوده من خلال هذا التقدم الجميل. الغزال لمبارك بن بطي بن سعيد المنصوري، وهنا أيضا اللي وصل الآخر وتقدم في هذه اللحظات ما يهاب لأحمد بن عتيق بن خميس المهيري المركز الثامن والمركز التاسع، اللي يتدخل الآن كفو لمحمد بن ضبيب بن راشد الدرعي في المركز التاسع والمركز العاشر، اللي غير الآن وانطلق إلى المركز العاشر بعد هذا الأداء وهذه مشاهدي الأعزاء اللمسات الجميلة والانتقالات من مركز إلى مركز حفل الكريم. هناك شاهين لأحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، ولكن نعود للصدارة، نعود للمقدمة. عندك يا بن عفسان التقدم، ولكن هناك المركز الأول عندك يا الحبسي، شعار الحبسي اللي ماسك أبو تميم. الله، هناك يتقدم في هذه اللحظات وينطلق الفاتن لحمد بن سعيد محمد الحبسي، يتقدم بقوة وينطلق إلى الصدارة، ينطلق إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني النادر لحمد بن عبيد بن حمد بن عفسان المنصوري، بينما المركز الرابع والثالث ما يهاب لأحمد بن عتيق بن خميس المهيري، وصل في المركز الثالث. المركز الرابع الذيب لمحمد بن عيسى بن محمد المنصوري، والتدخلات والشوط بدت تزداد قوته وترتفع درجة حرارته. هناك وصل، شوف اللي وصل الآن وبدأ يتسلل الشهم، شعار بن حمودة اللي وصل في هذه اللحظات، شعار علي بن حمودة الظاهري مع الشهم بدأ يتقدم هو الآخر وينطلق مشاهدينا حفل الكريم. بينما اللي وصل الآن وبدأ يتسلل، شوف أيضا قدوم وتسلل آخر، ما شاء الله الكل بدأ يوصل والكل بدأ يطلق العنان، عودة للصدارة، ما شيء باقي. يا سلام، غير من عفصان، غير من الجانب الآخر، بدأ يطلق العنان ويغادر بالشوط. الشوط ما شاء الله، النادر حمد بن عبيد بن حمد بن عفسان المنصوري، ما شاء الله وتبارك الرحمن، ما شاء الله
انطلق وقال باي باي، قال باي باي. 500 متر الأخيرة منشولة. الله 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 على هذا الشوط وعلى هذا الأداء. يا سلام يا ابن عفصان، يا سلام الله على الطيب. عدد ما تدري ذواريها كم سبوقا ياته ما تخيب. ضراعيها أبو حمد له عبده في الناموس دائما ما يخليها. الله، شوف الشوط وشوف الأداء وشوف ابن عفصان. والفارق، الفارق مطلوب أيضا بين المسافات بالمركز الثاني. هناك أيضا كما نتابع مشاهدينا ماي هاب لأحمد ناتيق بالخميس الميري، ولكن اللي غير من جانب الدوني. لكن سلام يا ابن عفصان، سلام سلام يا مالك النادر، سلام يا أبو عبيد حمد بن عبيد بن عفصان المنصوري بدون منافس على الإطلاق. مشاهدينا في كل مكان، المركز الثاني، المركز الثاني المركز الثاني كما نتابع مشاهدينا اللي وصل في هذه اللحظات وتقدم بالرقم 58. الرياض لعبد الله بن سالم مصبح الكذيب المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا اللي وصل المركز الثالث، كما هناك ايضا تقدم قوي في المركز الثالث اللي هو مشاهدينا من خلال وصوله نهاب لمحفوظ بن خميس الجنيبي والمركز الرابع 62. مشاهدينا نجد المبارك بن محمد بن نصر العامر المركز الخامس كان متواجد. مشاهدينا ايضا ماي هاب لاحمد بن عتيق بن خميس، والتوقيت الزمني 5:57. 7 تهانينا لحمد بن عبيد بن عفصان المنصوري، سلام للعين وسلام لابن عفصان مع النادر وفوز الجميل. المركز الثاني 6:00 8 ثواني 6:07 إذا بدون ثواني. مشاهدينا هذا هو التوقيت للمركز الثاني، رياض لعبد الله بن سالم بن مصبح الكتبي يستاهل المركز الثالث. 6:08 من الثانية، تهانينا لمحفوظ بن خميس الجنيبي مع فوز الزعيم والناموس لكل الفائزين.